مجد الله. أعترف لك يا أبتي رب السماء والأرض لأنك أخفيت هذه الأمور عن الحكماء والفهماء وأظهرتها للأطفال. دايما نسمع يسوع عم بيحكي عن الأطفال، بس مش بمنطق الحجم أو العمر، هاي بدكم تعرفوها. دايما يسوع عم بيقول إن لم تعودوا كالأطفال لن تدخلوا ملكوت السماوات. دايما بيقول دعوا الأطفال يأتون إلي. بيقول إن لم تولدوا من جديد بروح الطفولة. وهلأ اليوم عم بيقلنا، عم بيقول، عم بيصلي ويقول للآب السماوي أشكرك أو أعترف لك إنك أخفيت هذه الأمور العظيمة، أمور الإيمان، أمور الجوهر تبع الحياة، هالأمور يلي نحن عم نبحث عنها، الوجود والحب والسلام والأخوة، كل هالمواضيع رح تستغربوا بالرغم من تقلة وحجمها، أظهرها الله للأطفال وأخفاها عن الحكماء والفهماء. مش معناتها أنه كل حدا درس أو تعلم ما بقى يعرف الله، لا، معناتها اللي مكتمل بذاته، يلي هو بينه وبين حاله معتبر حاله حكيم وفهيم وعالم وبشيل الله من حياته، هيدا تخفى عليه، بتروح من حياته أمور كثيرة لازم يفهمها وما عم يقدر يفهمها وما عم يقدر يصلها. منشان هيك مش ربنا هو اللي أخفاها عنا، ولكن كل إنسان بحافظ على الطفل يلي بقلبه بصير يقشعها. حبيت اليوم حتى نتعمق بهيدي الفكرة خبركن قصة قريتها من شي سنة، واليوم إجا وقتها إنه خبرها حتى نفهم بهيدا الإنجيل شو بيقصد ربنا بإنه أظهر الرب أعمق وأعظم ما في الأمور للأطفال. خلينا نجرب نستوعب كيف بيقشع الطفل وشو عم بيطلب منا ربنا نحن نقشع، لأنه صرنا بعالم نحن عميان نقود عميان وكلنا سوا إلى الهاوية. ولما ربنا بيحكي عن الطفولة ما بقى نفهم معناتها، لأنه حتى من قلبنا فقدناها، فكروا عم بيحكي شعر، إيه إنه الطفل شيء حلو مهضوم بيبتسم، لا مش عن هوا عم بيحكي رب. اسمعوا هالقصة الحقيقية وبرجع بقلكن شو عم بيقصد ربنا بهالجملة. بتعرفوا تشارلي تشابلن؟ هو ممثل كوميدي من أعظم الممثلين بتاريخ السينما، قبل ما يكون في صوت حتى بالتمثيل، كان بس بالصورة بالحركة بيخبر وبيكتب بالبيوغرافي تبعه بقصة حياته. ليك شو بيقول؟ عندما كنت صغيرا ذهبت برفقة أبي لمشاهدة عرض في السيرك. رح كفيها على اللبناني حتى الكل يفهمه، لأنه يمكن بالفصحى مش الكل يفهم. لما كنت صغير رحت مع بي لحتى أحضر عرض للسيرك، كان أول مرة بيخدني بي، وكان شيء كتير حلو بالنسبة لإلي لأنه أول مرة بشارك فيه. وصلنا لهنيك وقفنا بطابور طويل بخط بصف تنقطع تيكت حتى نحصل على التيكت تنفوت. كان في قدامنا عائلة، أم وبي معهم ثلاث أولاد، ومبينين أنهم فقراء بس نضاف. ما بعرف ليش بيذكر هذا التفصيل، بيقول مبينين فقراء تيابهم فقيرة ولكن نظيفة. كانوا الأولاد كتير مبسوطين وعم بيحكوا كل الوقت ويتسايروا أنه عن السيرك شو بدهم يشوفوا شو بدهم يحكوا. بتعرفوا الأولاد بيكونوا محمسين عم بنطنطوا ويلعبوا مبسوطين ويبرموا حول أهلهم ناطرين ليوصلوا. وبس وصل دورة لهيدي العائلة بقرب البيع على شباك التذاكر وبيسأل عن سعر البطاقة. ولما بيسأل عن سعر البطاقة وبيخبره العامل على الشباك قدي سعره، بيقول تلعثم الأب، بطل يعرف شو بده يعمل شو بده يحكي، وصار يوشوش مرته ويحكيها وهي تحكي، وصاروا واقفين بوضع محرج جدا قدام الكل.
فرأيت والدي، شفت بي ظهر من جيبته 20 دولارا، أو يلي هي بوقتها ظهر من جيبته، زدته على الأرض وقرب لحده للزلمة نخ ولما وقال له وقعت هود المصاري، حطله ياهن بإيده، دقله على كتفه ورجع وقف بالصف. بيقول شكره هداك الزلمة وطلع في فهم، شكره وفات قطع التيكت وفل. بيلقط بيو لتشارلي تشابلن، بيلقط له ايده وبيقول له نحن ما رح نقدر نحضر سيرك اليوم، بفل. بعد ان دخلوا جذبني والدي من يدي وتراجعنا من الصف، لانه لم يكن يملك غير هذه الفلوس او هذه الاموال التي اعطاها للرجل. ومنذ ذلك اليوم وانا فخور بابي، كان ذلك الموقف أجمل عرض شاهدته في حياتي، أجمل من السيرك اللي كان رايح يحضره، أجمل بكثير حتى من السيرك الذي لم أشاهده في ذلك اليوم. تخبركم شغلة تتفهموا شو يعني عيون الأطفال. إذا بتقروا حياته لتشارلي تشابلن بتشوفوا أنه بيو ما كان كتير منيح، وضعه ما كان منيح، أمه كانت مريضة وكانوا عايشين بفقر كتير مدقع، وبيو ما كان يشوفه كتير، وكان عنده معاناة مع الشرب والكحول، كان عنده إدمان. فتخيلوا بين الفقر والتعتير والإدمان وعدم حضور الأب وتفكك العائلة ومرض الأم، بين هاو كلهم شو عم بخبرنا تشارلي بكلماته؟ عم بخبرنا عن حدث حب عمله بيو، فعل كرم، فعل أخلاق، فعل إيمان عمله مع عائلة ما بيعرفها، انحفرت براسه. شفتوا شو يعني أظهرتها للأطفال؟ نحن هاو ما منقشعن، واليوم بعد أصعب أنه نقشعن بقلب ظروف الحياة الصعبة، أنه ما نقدر نحصل على كل شيء، ما نقدر نفوت نحضر السيرك، ما نقدر يكون معنا مال كافي لنعمل كل شيء بدنا اياه. بس نحن شو عم نعمل بقلب هيدا المنظار؟ عم نركز بس على هودي الامور، عم نفقد جوهر الحياه بقصص صغيره. مين بيلقطها؟ طفل. الاطفال بيلقطوها. من هيك بتلاحظوا انه الولد بالبيت لو جبت له كل هدايا الدنيا، وانت مخانق مع مرتك ومرتك مخانقه معك، ما بيقشعن، بيقشع من خلال الالعاب، الوسخ يلي انت بتحطه ببيتك والصريخ يلي انت بتحطيه ببيتك. ما فيكم تضحكوا على اولادكم. الاولاد بيقشعوا الجوهر والعمق، ما بيقشعوا القشور الخارجيه. الولد بينسى الدنيا اذا شاف امه وبيه عم يضحكوا وعم يغمروا بعض. انا بعرف، وكتار بيناتكم اكيد بيعرفوا. الولد بيتمنى يشوف اهله عم بيحبوا بعض، بالنسبه لإله هيدا جمال النهار. الدفع عيال بيناتنا بياخدوا بيوع الصبح بياخدوا هالولاد تيروحوا يجزدروا. اول شيء بيكونوا يمكن غصب عنهم عم يعملوها، بس انه لازم نعملها انه مجوزين وعنا عائلة، بشدوا على حالهم ويلا ولبسوا وقوموا كذا، وبيطلعوا بهالسيارة بيتخانقوا على الطريق بالسيارة وبعيطوا على بعض قدام الولاد، وبيوصلوا اخر شيء بنزلون على مدينة الملاهي وبيعطوهم مصاري طلع العب بها هونيك أرض بوز، سوري طارق بوز، والأم كمان طارق أبوز من تاني مايري، والولاد لعبوا على أساس هن إذا خلص النهار رح تبقى أحداث الألوان براسهم، مش حدث إنه أمي وبي عم بصرخوا على بعض كل الوقت ومش مبسوطين بشي من اللي عم نعمله. الحكماء والفهماء بيعتبروا إنه هن فهموا الحياة، بصير يقول لك الحياة كلها شر، الحياة كلها ما في حدا لحدا، ما في حدا منيح، الشاطر هو اللي بجدارته هو بجيب مصرياته، هو بحقق حاله وبيتسلط على غيره. هود اللي بيعتبروا حالهم حكماء وفهماء. تعا على قلب الأطفال، مش هذا منطقهم. روح عند الأطفال، مش هذا المنطق اللي بيقشعوا فيه. من هيك عم بيقول ربنا قديهن أعمق منا بكل تفاصيل الدنيا. بقي براسه لتشارلي تشابلن الحب يلي قدمه بيو، ما بقي براسه بس انه بيو سكير
وانه هن كانوا فقراء وانه ما قدر يفوت على السيرك. بينما اذا منروح لميلة بيو، هلا انا عم بقدر، بده يقول بيو انا عملت عمل منيح بس ما قدرت فوت ابني، ما قدرت اعمل ابني، ما قدرت اعمل له اللي كان لازم اعمله، اللي بحلم اعمل له اياه. هذا تفكيرنا، ما عملت لهم الاولاد اللي بحلم اعمل لهم اياهم. شو هن اللي بتحلم تعمل له اياهم؟ هودي امور انت بتشوفها او قشور خارجيه، هودي يمكن ابنك وبنتك ما بدهم اياهم وما بيعنوا لهم وما راح يتذكروا شيء منهم. راح يتذكروا اي متى انت غمرت ابنك وبسته من قلبك وحس بهذا الحب، اي متى انت قعدت مع بنتك وسيرتيها وحست بامان وبثقه انه بقدر احكيها، بقدر احكي امي، بقدر اكون صديقتها، بقدر احكي بيي يكون صديقه. هاو رح يبقوا بقلب اولادكم، ولو بيوم من الايام بعدوا. كثير بيقولوا يا ابونا بعد، ربيناه احلى تربيه، بعدوا بعدوا شوي، ببعدوا شوي ايه، بس رح يرجعوا، رح يرجعوا. بس يا ويلكم اذا كنتوا كذابين بحقهم وعم تمثلوا عليهم. ما في شيء بيقدر يمنع عنهم الحقيقه. عيون الاطفال عيون بريئه، ما بقى في شيء موسخه مثل ما نحن اليوم صرنا. احنا كل شيء مجوي صار بحياتنا، كل شيء منقشعه مع بقع، مع غبره، مع وسخ، مع وسخ، مع انانيه، مع جشع، مع طمع، مع اللي بدكم اياه. لك اذا بمد ايدي بدي سلم على حدا، انا بقول شو بده يعمل لي هلا من بعد ما سلم عليه؟ هو بيكون عم بيقول ليه بده يسلم علي؟ بنبلش نحلل. مد ايدك سلم على ولد، بيبتسم، بمد ايده بيسلم. هالقد بسيطه، هالقد بايخه. ما في حسابات، ما في حسابات. ولما انت بتشيل الحسابات الخارجيه، صدقوني هون بتبلش تفهم على ربنا شو عم بيقول لك. حبوا بعض، ارحموا، سامحوا، قطعوا. الدنيا حلوه، الدنيا ما بتحرز، ما بتحرز. في قصص كتير ما بتحرز فيها، الاولاد بيفهموها. تعرفوا شو اجمل مشهد بتشوفوه بالولد؟ لما بيزعل منك بيروح عم بيبكي، بتعيط عليه او شيء، تعا بعد شوي قل له حبيبي سوري ما كان قصدي، بيرجع بسامحك بثانيتها، بنفس الثانيه. مش بس بسامحك، وبتعرف انه ما عم بيمثل عليك بسماحه لك، بيرجع عادي بيلعب معك، بيضحك لك، بيغمرك، بيزعل معك اذا انت زعلت. بس تعا انت وحدا كبير سامحه او يسامحك. يا عدرا شو في حسابات بيناتهم، يا عدرا شو في حسابات، ليه عم بيغفر لي؟ شو ناوي لي بعدين؟ او ليه بدي سامحه؟ شو بده يفكر عني ويقول اني ضعيف وياخد وجه؟ وقد ما بدكم، ما رح ارجع عيد حالي دايما، بس برجع بقلكم فكروا بالطفولة. ما في دعوة بالحياة، لا ام تعرف تعيش امومتها، ولا بي بيعرف يعيش ابوته، ولا مسؤول بيعرف احتياجات شعبه، ولا مكرسين رهبان او رهبات او مين ما كانوا بيقدروا يعيشوا تكرسهم اذا ما كان عندهم نظرة براءة طفولية مع حكمة كبيرة وفهم كبير، بس مش منهم، من الروح القدس، من الروح القدس. ساعتها شوفوا شو بتقدروا تعملوا بحياتكم، بتبدعوا، بتبدعوا. ربنا العمق يلي حطته بحياتنا بده عيون أطفال لحتى تقشع، وإلا بدنا ندل نحكي عن الله على الفوفش. ما حدا فاهم شي من شي، وإيماننا ما إله طعمة، وقراءاتنا وصلواتنا كلها على قشرة، قشرة خارجية. فوتوا إلى العمق بعيون الأطفال. ناطرين نخلص. بلم بلم بلم، شايفها بعيونكم على رجل. عم بيقولوا ها خلص، ما رجع خلص، بس انا قصد عم برجع قلع. نؤمن بإله واحد. حرقني بخورة عطر السماء، كتبني خبري باسم الوفاء، واكسرني خبزي عتم الشقاء، غزلني غني وترها الفداء. حياتي إلك حرقها لاسمك صلاة، حياتي
وترى الفداء. حياتي إلك بخورة محروقة إلك. حياتي إلك حبيبي حياتي.